ياتي للراطة ايضا الذي خسر هو الاخر في الجولة الماضية من مسابقة الليغا. الامور من خلال بداية اللقاء هنا في هذه السود من خلال مباراة اليوم بوجود المدرب الاسباني لويس انريكي، فونتس، جوستافو كابرال، واوغو مايو، وفي المنتصف رافينيا وبورخا اوبينا، ال 26 سنه المهاجم يوسف العربي الذي كان لاعبا لنادي كان هنالك في بطوله البحث عن الكره الارضيه. تاتي الارضيه في اللقطه الماضيه، لا زالت المحاوله مستمره والخطوره قائمه، هنا تصل الكره في الجهات اليمنى. هذا ياسين ابراهيمي اللاعب الجزائري الذي نادي ختافي، وان يصل الى فالنسيا في المركز العاشر على مستوى جدول الترتيب، ولو ان الانتصار باتجاه اللاعب. وصلت المحاوله عن طريق ياسين ابراهيمي، مسألة هي قليلة جدا من خلال السنوات الماضية، لكن أيضا الموسمين الماضيين هم معا في بطولة الدوري الإسباني. كرة فيها محاولة في تشكيلة المدرب لوكاس الكراز. لوكاس الكراز بالمناسبة عنده هاتريك، هي لا زالت حاضرة بالنسبة لنادي سيلتا فيغو من أجل أن يكون متواجدا. أنه ودع من دور 16 أمام نادي فيردر بريمن في بطولة الدوري أو كأس الاتحاد الأوروبي سابقا في الموسم الماضي، يعني كان في المركز رقم 15، وفي هذا الموسم الآمال تزداد بلجل الحصول على مقعد أوروبي. كرة فيها محاولة ملعوبة في الجهات، الصفرات تأتي على جوستافو كابرال المدافع الأرجنتيني في تشكيل ألانينوم، لعب المعار من نادي أودينيسي. وبالمناسبة الماضية فيها تمريرة خاطئة من لاعب نادي سيلتا فيغو، بعد ذلك وصلت إلى ياسين إبراهيمي اللي نجح من خلالها في الحصول على أراكلة ركنية. ركنية الآن في اليسرى، لكن أفضلية لنادي غرناطة. كرة ملعوبة الآن في منطقة الجزاء. ياسين اليوم أيضا يغيب عن التشكيلة الاحتياطية والأساسية، اللاعب الجزائري الآخر في تشكيلة. كرة إلى خارج أرضية الملعب، الكرة الماضية من ركنية. شوف رافينيا يقدم أداء في غاية الروعة، يا سلام يا سلام على هذا البرازيلي. شوف مباراة يسجل الآن، يأتي يوسف العربي، وصلت إلى ياسين إبراهيمي يلعب الكرة في منطقة الجزاء. شوف التسديدة الماضية كما سجل يوسف العربي، لا يخسر نادي غرناطة، لا يخسر لمصلحة نادي غرناطة عن طريق تواجده في يعني المناطق الأمامية بشكل مائز. واللاعب الكاميروني ألينينيوم في منتصف في ملعب من هذا الملعب، ملعب لوس كامينس هنا في الأندلس. كرة فيها محاولة ملعوبة اللقطة الماضية، المحاولة الموجود من خلال اللقطة الماضية ربما هي ركلة حرة غير مباشرة عموما لمصلحة نادي عمينيتورا، يمنعها فرصة هدف محقق لسيلتا فيغو. عادة يأتي عن طريق المدرب الأسباني، المدرب لويس انريكي، ما بين جماهيره في الجولة القادمة ليواجه نادي أتلتيك بيلباو في الجولة. رقيب يغيب، لكن عندما يأتي يأتي بشيء، يأتي بخطورة، وقد يسجل أيضا في اللحظات القادمة. عموما كرة تعود مرة نادي غرناطة قياسا إلى السلاطين الذين حكموا الأندلس في تلك الفترة، والسلاطين والأسماء الكبيرة جدا في التي حكمت الأندلس كأبو عبد الله محمد الأول ناساريس. هذه المحاولة الماضية من ياسين إبراهيمي شارة بالاستمرارية من خلال اللقطة الماضية. عادة المحاولة الآن، كرة ملعوبة فيها الجهات، فرصة لهدف ثاني، يأتي الهدف الثاني، كرة تصطدم، حكم يشير بالاستمرارية، لا زالت المحاولة مستمرة وتزيد، لكن بعد ذلك المحاولة اصطدمت في المدافع. محاولة من الجهات اليسرى، ياسين إبراهيمي يحاول التقييم، إذا بونانوتي برشلونة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، ذلك كان أبرز إنجازاته على مستوى مسابقة بطولة الكأس، يعني ألقاب ما في على مستوى الفرق الدرجة الأولى، لكن في الدرك أيضا 18 دقيقة متبقية. بالكعب ملعوبة
يدر لمصلحة غرناطة الآن يعلم لمصلحة غرناطة محاولة تأتي التقدم يأتي الكرة لمصلحة غرناطة محاولة تأتي التقدم يأتي قاربين حقيقة على مستوى المراكز وعلى مستوى النقاط وبالتالي مسألة أن يعني الانتصار هي تعود لمصلحة أصحاب الدار هنا في الجهة اليسرى مرور محاولة مستمرة عرضية في منطقة الجزارة سيء إبعاد في اللعب هوغمايو اللي أبعد الكرة الماضية إلى خارج أرضية الملعب كرة فيها مرور تدخل في اللقطة الماضية أنطونيو ماتيو حكم الذي أدى مسابقة بطولة اليويفا تشامبيونز ليج آخرها مباراة الانتصار لنادي أرسنال على أولمبيك مارسيليا بيكس أيضا وتحول بعد ذلك إلى الدنمارك مع نادي في المحاولة الماضية كرة إلى المنتصف الآن ياسين إبراهيمي خطا من ياسين وابعدت من امام وصلت في الجهات اليسرى ياسين ابراهيمي